أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة جديدة نرصد فيها أولا بأول تطورات فيروس كورونا حول العالم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم كل الدعم للاقتصاد المصري للحفاظ على قوته وتماسكه في مواجهة أزمة كورونا. وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف توصيل المرافق للمناطق والمجتمعات الصناعية، أكد رئيس الوزراء استمرار تعزيز القطاع الصناعي، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تجهيز المناطق الصناعية التي يزداد الطلب عليها. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدائرة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كامات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اللاجئين والنازحين، وذلك بمشاركة مسؤولين من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن. وأكد شكري خلال الاجتماع على أن هناك حوالي 5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عملت على ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين في الأراضي المصرية لأي آثار مباشرة نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد، كما لم تتخذ أي إجراءات لإعادة المهاجرين إلى دولهم، واستمرت في ضمان تضمينهم في الدعم المقام وفي نظم الرعاية الصحية. يواصل 1100 فرع من الفروع التابعة للبنك الزراعي في محافظات الجمهورية صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ 500 جنيه شهريا، على أن يستمر الصرف حتى 10 مايو المقبل بناء على رسالة نصية تصل لتليفون المستفيد توضح موعد ومكان صرف المنحة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أحد فروع البنك الزراعي مراسل دي أم سي مصطفى سعد. أهلا بك يا مصطفى، وأطلعنا على المزيد من التفاصيل. نعم إيمان، نحن الآن متواجدون بالفرع الرئيسي الخاص بالبنك الزراعي المصري، حيث صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة ب 500 جنيه في المدة من 26 إبريل حتى 10 مايو تحت ظل الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطن المصري. أيضا البنك الزراعي المصري يقوم ببعض التدابير والإجراءات الوقائية من نظافة وتعقيم وتطهير بعض المواقع المتواجدة بجميع فروع البنك، وأيضا يقوم بتعقيم وتطهير وتقديم يد العون للمواطنين الذين يترددون على جميع الفروع الخاصة بالبنك الزراعي المصري. لكن هناك إجراءات أخرى سنتعرف عليها من الأستاذ محمد الخشن مدير الفرع الرئيسي بالبنك الزراعي المصري. أستاذ محمد، بعد التحية لو تطلعنا أكثر عن الخطوات التي يقوم بها المواطن لصرف هذه المنحة المقدرة من الرئيس السيسي، وأيضا في ظل الحفاظ على الإجراءات والتدابير الوقائية لسلامة وصحة وأمن المواطن. بسم الله، أولا برحب بكم. احنا بنستقبل مستحق المنحة من الساعة 9 إلى الساعة 4، ومستحق المنحة أول ما بيجي بيدخل من باب البنك بنقدم له المطهرات، بيلبس الكمامة، بيلبس الجوانتي. احنا بنبقى حريصين جدا على الإجراءات الاحترازية الموجودة، بحيث بنبقى من أهم حاجة سلامة المتعاملين والعاملين والموظفين في الفرع. واحنا البنك الزراعي خلال ال 1210 فرع الموجودين على أنحاء الجمهورية كلهم بنستقبل زي ما قلت المستحقين من الساعة 9 لغاية الساعة 4. شكرا جزيلا أستاذ محمد الخشن مدير الفرع الرئيسي بالبنك الزراعي المصري. الجدير بالذكر إيمان أن هذا الكارت هو السبيل الوحيد للتأكيد على صرف هذه المنحة المقدرة ب 500 جنيه من الرئيس السيسي. هذا الكارت الذي يقوم بصعوده من خلال البنك الزراعي المصري للمواطن المتعامل في خلال هذه الفترة في أول شهر، ثم بعد ذلك يصرف إلكترونيا هذه من أي مصرف آلي متواجد بجميع الشوارع المصرية. عودة مرة أخرى إليك إيمان. شكرا جزيلا مصطفى سعد مراسل دي أم سي.
أعلنت وزارة المالية عن تيسيرات للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وتتضمن الإجراءات السامحة للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية. وأرجأت وزارة المالية قرارا كان مقررا تطبيقه اعتبارا من 23 من إبريل الحالية بإلزام المستشفيات العامة بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك لتوجيه إمكانات القطاع الطبي لمكافحة الفيروس. أعلنت وزارة الداخلية عودة العمل في خدمة تجديد رخص السيارات بوحدات المرور اعتبارا من الأحد المقبل. ودعت وزارة الداخلية المواطنين المترددين على وحدات المرور إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة، مؤكدة أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 3440 حالة، كما تم شفاء 164، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة 1176 حالة، بينما لم تسجل البلاد سوى حالة وفاة واحدة جديدة. أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية تمديد العمل بنظام الحجر الصحي لفترة إضافية مدتها 15 يوما تبدأ من 30 من إبريل الجاري وحتى 14 من مايو المقبل. وجددت الحكومة نداءاتها للمواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا. ووفق الأرقام الرسمية سجلت الجزائر 432 وفاة من بين 3517 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يجعلها أكثر دول إفريقيا تأثرا بالوباء من ناحية عدد الوفيات. سجلت إسبانيا اليوم 300 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 23822 حالة، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 210773، فيما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 102548. وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ 14 من مارس تم تمديدها حتى 9 من مايو. هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة الإسبانية خطتها لتخفيف الإجراءات والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف مايو. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد دكتور مجاهد شداد الكاتب الصحفي. دكتور مجاهد أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ايمان، كل سنه طيبه. بالنسبه لوضع اسبانيا الوقت الحالي احنا بناخده بمرحله تكاد تكون مرحله المنحنى، قد وصلنا الى منتصف المنحنى. كان لدينا اكثر من 210,000 حاله، ولكن تم شفاء 102,000 حاله. نعم. عن طريق اختبارات البي اف ار. نعم. هذا يعني أن الحكومة الإسبانية في الآونة الأخيرة قد عانت بعض المشاكل السياسية في موضوع الاختبارات، وقد أدت الحكومة جهدها وقد نفذت بعض الاختبارات، وهذا نتيجة أن احنا وصلنا ل 48 تقريبا في المئة من نسبة الشفاء. ومن ناحية أخرى النهاردة كانت حالة الوفيات كانت حوالي 301 حالة. نعم. وفاة، وحالة الشفاء المصابين بالفيروس النهارده كانوا 1308. هذا يعني لو رجعنا للذاكرة إلى 31 مارس. نعم. كان عندنا بتتوصل حوالي 9222. نعم، شكرا. من ناحية أخرى هناك بعض الأمور. نعم. الحكومة اتخذها في الوقت الحالي هو فك الحبس المنزلي عن طريق إن 2 مايو هيبدأ رئيس الوزراء في الوقت الحالي، الوقت اللي احنا بنتكلم فيه،
هو في اجتماع مع رؤساء الحكومة. نعم. في تخفيف الحج تخفيف. وسوف يتم عن هذه الإجراءات الحكومية لتخفيف الإجراءات الوقائية والإجراءات التي تبعتها الحكومة. جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد دكتور مجاهد شداد الكاتب الصحفي، شكرا لك. مشاهدينا نشكر لكم أيضا حسن المتابعة، إلى اللقاء.